تفضل به. ستستمع جمعية العام إلى بيان يدلي به رئيس مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، وأطلب من إدارة المراسم أن ترافق صاحب الفخامة. يشرفني ويسعدني أن أرحب هنا في الأمم المتحدة برئيس مجلس الوزراء في جمهورية إيطاليا معالي السيد ماتيو رينزي، وأدعوه إلى مخاطبة جمعية العامة. السيد رئيس الجمعية العامة، المندوبون الموقرون، إذ نقترب من نهاية اليوم أشعر بمسؤولية كبيرة، وأنا أتحدث من هذه المنصة بعد الاستماع إلى كل ما قاله المتحدثون السابقون، وخصوصا الرئيس أوباما الذي قدم لنا عرضا وافيا لرئاسته ذات 8 سنوات وعلاقته بالأمم المتحدة والإطار الدولي القائم اليوم، والذي يشهد انقسامات كبيرة بين عالم الخوف وعالم الشجاعة، بين عالم اليأس وعالم الأمل، عالم الخوف وعالم الجسارة، عالم مليء بالتهديدات وبالفرص السانحة أيضا. وحتى وقت قصير مضى كان كل ذلك يبدو بعيدا عن البال تماما، كل هذه التهديدات الإرهابية في مدننا لحياة الناس وللحضارة. الإرهابيون لا يضربون أهدافا تقليدية، بل يضربون الأماكن الإنسانية التي يذهب إليها الناس، يضربون مسرحا أو دار سينما أو مكان عبادة. هذه تهديدات كبيرة، تهديدات خطيرة، تصاحبها تهديدات أخرى مثل التهديدات الواقعة على البيئة، والتي تستدعي مننا جميعا رجالا ونساء أن نتكاتف معا لمواجهتها. نرحب بكل ما أبرم من اتفاقات هامة للغاية مثل اتفاق باريس عن تغير المناخ، ولكننا بحاجة إلى اتفاقات جسورة أخرى لمواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، مثل ما شاهدنا في ماتريتشي منذ بضعة أسابيع، ومثل المشاكل الأخرى الهائلة التي تسبب نزوح اللاجئين وتزيد من احتياجاتهم والظروف البائسة التي يعيشون فيها والصعوبات التي يواجهونها. المستقبل أصبح موضعا للشك، ولكن ذلك لا يجب أن يثنينا عن اختيار طريق الأمل وطريق الإمكانيات وطريق الرفاه. المشاكل التي نواجهها ليست مشاكل تقليدية، ولكنها مشاكل جمة. نتذكر مثلا وجه الطفل السوري الصغير المسمى عمر، والذي انتشل من تحت الأنقاض وصوروه وهو يبدو مذهولا لا يصدق أنه على قيد الحياة. الطفلة نادية التي قابلتها بالأمس والتي هربت من عنف داعش وأصبحت شاهدا شجاعا يكافح من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحق في الحرية. كل هذه تحديات وتهديدات لم تعد تعترف بحدود، بل وصلت إلى قلب مدننا وأحيائنا، وأيضا في الأحياء المحيطة بالمدن داخل الحدود وخارجها. كل ما شهدناه مما حدث في باريس وفي بروكسل وفي غيرهما، كل ذلك
يجعلني أتساءل ماذا يمكن لإيطاليا أن تفعل؟ ماذا يمكن لصوت روما أن يقول؟ فرأيت أننا يجب أن نأتي هنا لنشارك معكم بكلمات الأمل والشجاعة والفخر بالإيطاليين الذين أنقذوا مئات الآلاف من الأرواح، العاملون في حرس السواحل وفي البحرية، الذين أنقذوا اللاجئين بمئات الآلاف وهم يفرون من اليأس والبؤس والخوف والدمار. أتيت لأتحدث إليكم بصوت الإيطاليين الذين يعملون في المجالات الثقافية والبحثية والعلمية، الذين سيتولون عن قريب المهمة الأوروبية برئاسة الاتحاد الأوروبي في آذار مارس. عندما نتفق أخيرا على أن تكون أوروبا مجرد جهة موحدة اقتصاديا وإنما ثقافيا أيضا. من روما أتي إليكم بكلمات نيتس، ونيتس كان عالما وفيلسوفا، قال إن هناك من يسافر لينتقل من مكان إلى آخر، وهناك من يسافر ليبني ثقافة وحضارة جديدة. إنيس هذا حمل وصية أبيه وقام بذلك وتحمل المسؤولية، مسؤولية الأجيال التي لا تخبو قيمتها أبدا. هي ليست عبئا وإنما هي تاريخ وإرث ثقافي. ساهم في عظمة روما. إينياس هذا يأتي معه في هذه الكلمات بكل عبارات الاحترام والهوية للهوية الثقافية التي تجعل المجتمع مجتمعا لا أنسى ما قاله الرئيس أوباما عن هذه الروح، روح البناء معا التي أشار إليها إينياس. هذه هي الطريقة التي ستنوي إيطاليا أن تواجه بها تحديات القرن 21 بالمشاركة في مجلس الأمن وتحمل المسؤولية المشتركة. ونحن وهولندا في مجلس الأمن سنستقبل أيضا أمينا عاما جديدا يتحمل المسؤولية عن الوفاء بالتزامات أهداف الألفية ومسؤوليات الأمم المتحدة عن بناء مجتمع أقوى وأكثر فعالية واعتمادا على القيم التي جعلت تاريخنا بهذه الروعة والتنوع. في 25 من آذار مارس الدول الأوروبية في المناسبة 60 للتوقيع على الاتفاقية سوف تستقبل فجرا جديدا لا يجعل أوروبا مجرد اتحاد اقتصادي وإنما كيان مليء بالأحلام وبالرؤية وبالمثل العليا. لا نريد أن نعمل فقط على وضع قواعد والخطوط التوجيهية والإرشادية دون أن ننفذها، لابد أن نعمل على تنفيذها حتى نحقق الإطار الذي نريده، مثلما فعلت
إيطاليا في أوج تاريخها. ننوي الإسهام في التنمية والاستثمار في التعليم، فلا بد ألا ننسى أن المشاكل الإرهابية الموجودة في أماكن كثيرة ليست هي الوحيدة، هناك تهديدات قابعة في الأحياء المحيطة بالمدن الكبرى، في الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها الجاهلون وغير غير المحظيين والفقراء والمحتاجين الذين تضطرهم ظروفهم إلى التوجه في هذا الاتجاه. لابد أن نهتم بالثقافة وبالمدارس وبدور السينما والمسرح وبالتعليم وبالفصول وبالتلاميذ، فهذه هي طريقة محاربة هذا الشر المتمثل في الإرهاب. عندنا فرصة هائلة لمواجهة التحدي الماثل في نقص الغذاء أيضا ومحاربة الفقر بغض النظر عن الهوية أو الانتماء. الناس يتضورون جوعا ونراهم كل يوم وبحاجة إلى الأمن الغذائي، ولكن في نفس الوقت هناك اقتناع بأن التحدي الماثل في إصلاح مجلس الأمن أو في تغيير شكل أوروبا أو تغيير مجموعة 77 أو غيرها، كلها تحديات متشابهة وتقتضي مننا جميعا أن نتحمل الواجب مثلما يتحمله الإيطاليون الذين يأتون إلى الأمم المتحدة بهذه الرؤية الواضحة من أجل اتخاذ القرار مع احترام القيم والمبادئ التاريخية وانتهاز الفرصة لبناء عالم مليء بالأمل وليس بالكراهية والغضب والعنف. شعوبنا ستواصل العمل، رجال ونساء يخدمون السلام، العاملون في الدبلوماسية والعاملون في السياسة والعاملون في غيرهما، الذين يخدمون بلادنا، حتى الذين يرتدون الزي العسكري أو الشرطي في أفغانستان أو في الصومال، الذين يحمون دهوك أو الموصل، الذين يعملون من أجل مستقبل الكوكب في كل مكان، وكذلك في البلقان وفي صربيا وفي غيرها من الأماكن على حماية الإنسانية. هؤلاء الرجال والنساء الذين يعملون تحت راية الأمم المتحدة يجعلوننا نفخر بتاريخنا وبقيمنا. نحن لا نأتي من فراغ، نحن نأتي من هذه القيم التي عرفتها. وفي منطقة البحر المتوسط نقول العبارة التالية: البحر المتوسط هو البحر الذي كان الرومان يطلقون عليه اسم بحرنا، هو البحر الذي يحاول مئات الآلاف الآن أن يعبروه هربا من الحرب ومن العنف ومن الجوع والدمار. لا بد أن نهتم بهذه المنطقة أكثر وأكثر. نعم، حدث تقدم ما منذ العام الماضي في ليبيا، ولكن المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي ولا سيما أوروبا من أجل جعل منطقة البحر المتوسط منطقة آمنة. لا بد أن نعمل بكل إخلاص، لأن هذا هو محور العالم الذي لا يمكن إهماله. لن نكون صادقين لتقاليدنا وثقافاتنا وإرثنا إن لم نفعل ذلك، وهذا هو التحدي الذي نعزم على مواجهته. مثل ما قال رئيس الولايات المتحدة الرئيس باراك أوباما، لا بد أن نواجه المخاطر بالمثل والقيم العليا التي ترسم لنا مستقبلا وأفقا جديدا، برغبة صادقة في جعل النشاط السياسي نشاطا نبيلا ومفيدا ويحقق رغبات الآخرين ويتحمل عنهم المسؤولية بشعور جاد بالجدية وبالرغبة الحقيقية في إفادة البشرية.
من أجل الجميع. شكرا. En nombre de la Asamblea.